السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في لقائنا المتجدد مع الشيخ عبد الشافي حماد، وحلقة جديدة عن فك السحر والحسد، وبآيات طبعا من القرآن الكريم. أهلا بك يا شيخ عبد الشافي. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين، وأهلا بكل أهل مصر الكرام الطيبين وجميع أنحاء الدول الإسلامية بإذن الله إن شاء الله، وربنا يفك عنهم الكرب بإذن الله. النهارده طبعا احنا معانا الحلقه ومعانا الشيخ عبد الشافي، وللتواصل معاه ان شاء الله بعد الحلقه ما تخلص هيتواصل مع كل الساده المشاهدين اللي عايزينه. واحنا بس بنوه كده في اول حلقتنا ان احنا معانا فيديو في الاخر. الفيديو ده احنا لقيناه كده على السوشيال ميديا عن جروب طلبه الجامعات. الجروب ده بيضم حوالي 600 الف طالب، وليهم نداء للسيد الوزير، وزير التعليم العالي. هنشوف الفيديو في اخر الحلقه، تابعونا. اهلا بك يا شيخ عبد الشافي. اهلا بحضرتك يا فندم. عايزين بقى ندخل في الموضوع بتاعنا على طول، والسحر احنا طول الاسبوع اللي فات واللي قبله التليفونات ما بطلتش، الناس مستنيينك وعايزين ارقامك. عايزين يا ريت الارقام بتاعه الشيخ عبد الشافي تفضل موجوده شويه على الشاشه، علشان كل الناس اللي سالت على الارقام طول الاسبوعين اللي فاتوا اتفضلوا خدوا الارقام من على الشاشه بتاعت الشيخ عبد الشافي. في بقى سؤال مهم كده لينا عايزين نعرف اجابته. السحر، اعرف ازاي ان انا عندي سحر؟ الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، انا عايز اعرف عندي سحر. اعراض السحر بتظهر على الانسان، اول حاجه بيقولوا صداع في راسه او دوار في راسه او بيكبس عليه النوم، ما بيعرفش ينام، بيبقى قلقان. ثانيا لو شارب سحر او واكل سحر معدته بيبقى فيها قلق ومغص وبتنتفخ وبيطلع ريح كتير وغازات كتير، ولا مؤاخذه بيتكرع كتير. لو عنده السحر ده بيتعبه كمان في ظهره، بيبقى فيه الم في الظهر اسفل الظهر، بيبقى فيه الم في الرحم، وخصوصا لما السحر يكون مدته طولت واتقلب بمس للإنسانة اللي شربت سحر، بيجي لها ألم في الرحم ومغص، وبينزل عليها دم كتير في الدورة، والدورة بتتلخبط ما بتنتظمش، الركب بتوجعها، بيحصل بقع أو زي هيئة قروش كده أو قرص أو خرابيش على الجسم والجلد، بتشوف خيالات في البيت، بتبقى زهقانة في البيت ومتضايقة وعايزة تخرج، وبتتخانق بسرعه، بتتخانق مع اي حد وبتزعق لاي حد، ما بتطقش حد، وساعات بتسيب، تبقى عايزه تسيب البيت وتمشي. ده لو مرشوش لها سحر في البيت على ميه او على خرده للشر. الناس اللي الشر اللي بتعمل الشر وبتاذي الناس بيعملوا حاجه اسمها خردل، حب زي حب البرسيم بس اسود، بيعمل اسمه خردل للشر، بيعملوا عليه السحر ويرشوه. طالما السحر ده الخردل ده ترش في اي مكان بيأذي كل من يخطيه او يتخطاه او يدوس عليه. يعني مش شرط للي معمول له. لا مش شرط للي معمول له. يعني ممكن اي حد يتاذي ما يكونش هو المقصود بالسحر. ما يكونش هو المقصود، بيبقى في حاجه اسمها مس او سحر غير مقصود ليك، مش معمول لك انت، مش بهدفك انت. انت خطيت سحر وخلاص، زي ميه مسحوره معمول عليها سحر وتكبت. اي حد بيعدي عليها بيتاذي من هذا السحر او من هذا الفعل او من هذا العمل. المشين في ايه ربنا سبحانه وتعالى ادهنا في القران بتقول بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا العمل ربنا بيفسده من عنده، وبحق قوله سبحانه وتعالى في القران الكريم على لسان سيدنا موسى: ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. لو قعدت تردد في الايه دي وانت مسحور بفضل ربنا، بفضل ربنا، بس تردد فيها كتير، تكون متوضي مصلي ركعتين بنيه قضاء الحاجه وترددها كتير، ما تزهقش من العشاء للصبح، ما تزهقش، وقدره ربنا سبحانه وتعالى بيفك السحر عنك وبيبصرك وبيوريك من هو الذي فعل هذا الفعل ليؤذيك، مين اللي عمل لك السحر عشان يؤذيك. يعني يعرف مين اللي عمل له السحر؟ بيعرف. ربنا بيظهره له، بس تكون نيتك خالصه لله وبايمان وثق أن كلام الله حق، وظن خير بالله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في حديث قدسي: أنا عند حسن ظني عبدي بي
فليظن عبدي بي خيرا. طالما انت بتقرا الايه ومتاكد ان ربنا هيفك عنك السحر، تاكد ان ربنا هيفك عنك السحر. والمسحور لازم يكون عنده استعداد لفك هذا السحر ومحاربه هذا العمل المشين الضار اللي بيفعلوه اصحاب السوء اللي ربنا قال عنه في القران: انما جزاء الذين يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ولهم عذاب اليم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب شديد. فربنا سبحانه وتعالى نزل القران وايات فيه لابطال فعل هؤلاء الذين يضرون بالناس. القران اياته كلها خير سواء بالامر او بالنهي، كلها للمسلم خير. انت خذ بالاسباب وتوكل على الله. عرفت نفسك انت بترجع او شفت في رؤيا ان في حد عمل لك حاجه، تاكد ان صح، انت حد عمل لك حاجه. شفت انك شربت من ايد حد حاجه او حد بيأذيك او حد بيجري وراك، هذا الانسان عدو لك في الدنيا حتى لو هو حبيبك في الوش، زي المثل البلد اللي بيقول في الوش مرايه وفي الأفة سلاية، فياخدك بالاحضان ويبوسك ويسلم عليك وهو يزارك انه حبيبه حبيبك، بس بعد انت ما تمشي بيمكر بك شر. وهؤلاء يمكرون ويمكر الله بهم والله خير الماكرين. وتاكد ان ربنا هيسرك الحقيقه طالما انت بينك وبين ربنا عمار، تمشي على وضوء على طول، تصلي على الفروض الخمسه على طول، قيام الليل وصلاه الضحى صلاه الاوابين، وربنا بيكرمك تكون متوكل على الله باذن الله. باذن الله نيتك عايز السحر يبطل منك، باذن الله ربنا هيبطل لك السحر وهيفسده عنك بكسر ترددك لايات معينه تصديقا لقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: خذ من القران ما شئت لما شئت. اللي انت عايز تقرا من القران بنيتك، النيه اللي انت عايز تقراها بنيه ايه ربنا هيحققها لك، بنيه فك السحر عنك ربنا هيحققه لك، بنيه ان انت عايز تعرف مين اللي اذاك هيعترف، بس تكون واثق ان ربنا هيظهر لك الحقيقه باذن الله. زي اخر اربع ايات من سوره الكهف: ان الذين قالوا ربنا الله ثم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه الايات الكريمه باذن الله باذن الله باذن الله لو انت نمت وقريتها بنيه انت تصحى بعد ساعه بعد ساعتين بعد خمس ساعات هتصحى. لو قريتها بنيه اي شيء تاكد ان ربنا هيكرمك. اول عشر ايات من سوره الكهف بعد اعوذ بالله السميع من الشيطان الرحيم: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لغايه اخر عشر ايات باذن الله تقراهم بيبعدوا عنك كل الشياطين باذن الله باذن الله. هذه السورة الكريمة سورة الكهف كان أحد الصحابة يقرأها وعنده حصان أو فرس يسكن معاه في البيت عنده، والفرس أو الحصان ربطه في المكان بتاعه المخصص ليه، وهو بيقرأ السورة هذه السورة الكريمة الحصان من شدة رؤيته، لأن الحيوانات بترى قبل الإنسان وبترى الملائكة وبترى الأشباح وبترى الشر وبترى الخير في الدنيا قبل الإنسان، هذه قدرة من عند ربنا. الحصان من قوة هذه السورة وملائكة السورة التي تنزل على هذا الرجل وهو يقرأها في المكان اللي فيه هذا الحصان، وأنا في البيت فيه الحصان اللي هو مفوط، الحصان نزل على الأرض زي الجمل ما بيبرك، زي بيقولوا كده بالبلدي نخ على الأرض، أنزل بكل جسمه. شوف الحصان بقوته وأشد حاجة في الحيوانات الحصان، لأن بيقول لك ده اتجرر ده كم حصان، العربي ده كذا، العربي بيشبهه بالحصان لأنه قوي، ولذلك تلاقي اغلب الناس اللي بتستمد القوه بتيجي عامله التمثال بتاعها من الحصان نظير او استمدادا من قوه وشده هذا الحصان او قوته. فشوف قوه الحصان لما نزلت ملائكه عشان تحضر هذا الرجل الذي يقرا سوره الكهف، الحصان نام على جسمه. فانت لو انت بتقرا الايات والصور وبنيه ان ربنا سبحانه وتعالى هيحميك من اي شر اقراها. وانا علمتك حاجات قبل كده في الحلقه الاولى والثانيه، الناس اللي ما سمعوهاش بتتوضى الوضوء الكامل، وبعد الوضوء بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وبتقرا وبتصلي ركعتين وبتقرا سوره الاخلاص 70 مره وقدام منك ميه. ويا ريت كل واحد
حتى لو الفتح اي سوره ما تستهونش. اي ميه تحب تقرا قران حط ميه قدام منك وعر الغطا بتاعها واقرا وبعد كده اشرب. هتقرا سوره الخاص 70 مره، هتقول لا اله الا الله 70 مره، لا حول ولا قوه الا بالله 70 مره، حسبنا الله ونعم الوكيل 70 مره، وسبع مرات اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر الوسواس الخناس. لو قلت الكلام ده سبع مرات بعد ما بتقول الكلام التالي ده 70 مره، الاخلاص ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل، تاكد وعلى ميه تاكد اي انسان هيشرب من هذه الميه لو عنده سحر باذن الله بيبطل، لانها بتفك الحسد والسحر. دي رقيه شرعيه كامله، بس تكون متاكد وتواظب عليها يوميا، لازم تقراها سواء بالليل او بالنهار، بتشتغل ما بتشتغلش اقراها، ده كلمات بالبق باللسان يعني، مش عايزه منك فعل. يعني حتى لو هو مش متاكد ان هو عنده حسد او سحر، لو مش متاكد ان عندك حسد او سحر او شيء وشربتها، بقدره ربنا الحسد اللي عندك بيبطل ويزول، والسحر بقدره ربنا بيزول. الا اذا كان سحر انت موجود فيه وفي قلب الى مس معاك، المس ده فيه ايات وصور قويه جدا بتطلع هذا المس او الجن اللي عاشقك او اللي ماشي معاك او اللي بيأذيك في جسدك وفي نومك وفي اكلك وفي شربك وفي حياتك ومع زوجتك ومع زوجك ومع اخواتك. طب احنا لينا سؤال كده، في سؤال الناس بيسألوه، بس ان شاء الله بعد الفاصل هنطلع فاصل سريع ونرجع لسؤالنا. ورجعنا بعد الفاصل مع الشيخ عبد الشافي حماد، وبنواصل الكلام عن السحر والحسد وازاي نعرف ان احنا عندنا سحر او ولو عندنا هنعمل ايه. طبعا للتواصل تاني، بنقول تاني للتواصل مع الشيخ عبد الشافي، الارقام بتاعته نازله على الشاشه وموجوده قدامكم. السؤال اللي احنا بقى بنساله، في ناس بتقول هو انا ممكن اعمل سحر لحد عشان يبقى في الخير، حد اقربه مني، حد عايزاه يبقى كويس معايا، الكلام ده مظبوط ولا لا؟ لا لا غلط، مش سحر. غلط. اي انسان يذهب الى ساحر او عراف فقد كفر بما انزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده كفر. عايز انسان يجي لك بتحبه وبيحبك عايز يقرب منك، ايات من القران، الايه رقم 11 من سوره فصلت بتقول ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. بتقراها كل يوم سبت بعد العشاء، كل يوم اثنين بعد العشاء، كل يوم خميس بعد العشاء، بتقراها 101 مره وبتواظب عليها. بعد ما بتخلصها بتكون مصلي ركعتين قبليها بنيه قضاء الحاجه، وبتكون متوضي وجاهز وبتقرا الايات السوره الايه دي 101 مره من القران، من بتقول ثم استوى الى السماء وهي دخان وقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. وبتدعي بما يحلو لك او بما يخطر على بالك من دعاء لهؤلاء بعد قراءه هذه الايه 101 مره وترددها، وتكون متوضي وعلى ضوء وقال ركعتين بنيه قضاء الحاجه، يوم السبت بعد العشاء، الاثنين بعد العشاء، يوم الخميس بعد العشاء، وتواظب عليها هتلاقي ما تريد سياتي اليك باذن الله باذن الله. وتدعي اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني بفلان الفلاني او فلان الفلاني. ادعي ربنا واطلب من ربنا تصديقا لقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربنا قريب منك جدا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجب لدعاء ربنا ونادي وقول يا رب أمرتني بالدعاء ووعدتني في الإجابة، فاللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب مني كما وعدتني. الله سبحانه وتعالى بيستجيب قريب ويستجيب قريب وبيستجيب، وكثير جدا كثير جدا ناس جربوا معايا وشافوا الدعاء بيستجاب فورا، وهذا لإخلاصك بالله سبحانه وتعالى. كل ما تبقى مخلص ومؤمن بالله الدعاء يستجاب فورا. تصديقا في سورة المائدة إنما يتقبل الله من المتقين. ربنا بيتقبل منك، بيتقبل منك الدعاء بس تقي، تكون تقي. إذا كان ربنا بيتقبل من السارق أثناء ما بيسرق يقول يا رب تسترني، يا رب ما تفضحنيش، بيتقبل منه بيستر عليه لأنه بيعرف إنه يهرب وبيستنجد بيه.
انت اعرف ان ليك رب واستنجد بيه، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الارض الناس كلها الكون كله لو اجتمع عشان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو هينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ثق ان الله سبحانه وتعالى بكثرة الدعاء وبكثرة تلاوة القرآن وبمشيك على وسيرك على وضوء وإقامة الصلاة الخمس في أوقاتها وتأدية الصلاة وعدم السب لأي إنسان حتى ولو بهزار، عدم السب، الكلام الوحش ما يطلعش من بقك أبدا، لأن بكل كلمة كل فعل وكل قول بتفعله وبتقوله ابتغاء مرضات الله تأكد أن ربنا بيتقبله منك. وطالما أنت ماشي على وضوء ربنا بيسخر لك ملك معاك بياخد الكلام من بقك او الفعل اللي بتفعله وبيصعده لله سبحانه وتعالى. الاقوال الصالحه حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. فانت ادعي ربنا. ايات القران فيها دعوات كتير، الدعاء من القران جميل، اجمل حاجه واجمل حاجه في 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 حياتك انك تكون ماشي بالقران. السيده عائشه شبهت سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان قرانا يمشي على الارض. انت فين من القران؟ مكانك فين من القران؟ القران فين منك؟ فين؟ كل حياتك في اللهو والعبث وجمع المال والسرمحه ورمين لا، خلي حياتك جزء منها كبير بقدر استطاعتك، لان ربنا في القران اتقوا الله ما استطعتم، بقدر استطاعتك اتقي ربنا وربنا هيستجيب منك كل دعواتك وكل افعالك باذن الله باذن الله باذن الله. وتاكد بكثره الدعاء ربنا سبحانه وتعالى بيستبدل السيئات الى حسنات، السيئات الى حسنات. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في سوره الفرقان اقرأ في القرآن وتعلم وشوف الآية بتقول إيه ومقصدها إيه وعايز إيه منك علشان تحمي نفسك من أي حسد ومن أي سحر. بنبه لجميع أب وأم كل يوم الصبح قراءة الفاتحة على أولادهم وعلى نفسهم، قراءة الفاتحة 7 مرات، أوائل البقرة 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، خواتيم البقرة 7 مرات، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. اقراهم بصفة مستمرة. أول أولادك بيصحوا من النوم حتى لو هم كبار، على نفسك وعلى البيت وعلى الأولاد وعلى مالك وعلى بهيمك وعلى حيواناتك، اقرا وزرعك وعلى بيتك. وتقرا بالليل تنام برضه نفس الطريقة. قريتهم الصبح سبحان الله بقدرة ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك يحموك من الحسد وأي شيء يؤذيك طيلة النهار. قرأتهم بالليل بيحموك طول الليل لحد ما تصبح الصبح. لأن قرآن ربنا كله خير ليك. وتمسك بيه وتمسك بيه وما تسيبش القرآن من إيدك أبدا ولا من حياتك أبدا. واللي حافظ قرآن يردده، لأن القرآن بيتطاير من العقل. الشياطين بتيجي على الإنسان اللي بيسرق بيروح يسرق من البيت العمران الخزنة اللي فيها فلوس كتيرة. الشيطان بيجي يسرق الإنسان اللي قلبه بيعمر بالإيمان، وخصوصا لو لسه جديد وعمال ياخد ويدي في الكلام مع قرآن ربنا والصلاة والعبادة، بص لي عمال يوسوس له وعايز يسحبه تاني يرجعه للطريق السوء تاني وطريق الشر تاني. لا، أنت تقوى على نفسك بالوضوء وبقراءة القرآن وتحمل. والإنسان اللي حس إن هو عنده سحر أو مس بالأعراض اللي قلناها، في أعراض كتيرة تانية ممكن يعرفها. ما يقبلش ينام بقى في سرير مع حد، ما يقبلش كلام من حد، يحس إن هو تعبان ومتضايق وقلقان ومش مستقر في مكان معين، فلوسه بتقل منه، الخير بيقل من بيته، لأن الشيطان ده شيطان. والشيطان ربنا عليه في القرآن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالسوء. فانت ابعد هذا الشيطان عنك بكثره التلاوه، وتكون عندك عقيده ويقين ان ربنا هيبعده عنك. واقرا سور كثيره في القران جميله، كل سور القران جميله، سور القران دي مخصصه، سوركم مخصصه لفك واذهاب هذا الجن وهذا المس وهذا السحر وهذا الحسد عنك بقدره ربنا سبحانه وتعالى. ردد في حاجات لما بيبقى ماسك القرين، اقرا سوره قاف اقراها كتير، اقرا سوره الطارق وتعالى عند كلمه إن كل نفس لما عليها حافظ، رددها كتير كتير. الجن معاك شديد، اقرا سورة البروج. وعندي كلمة إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ردد
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ربنا سبحانه وتعالى بقدرته بيحرقوا من قدام منك ومن جسمك ومن جسمك. وانت بتقرا الايات دي ما تبصش غير في القران بس، ما تبصش بعينك حد عشان ما تاذيش حد قدامك، لان الجن ممكن يكون في عينك ينط من عينك في ثانيه يدخل في اي حد قدام منك، وخصوصا لو حد بص عليك بعينيه وانت بتقرا ولا انت باصص له. فحاول تبقى ايه عينك في قرانك بس، عشان كل ما بتبص في القران عينك بتاخد ثواب على كل حرف درجه، وبتتكلم لسانك بياخد سبع كلام بكل حرف درجه، بتسمع ودانك بتاخد على كل حرف بتسمعه درجه، عقلك بيفهم كل كلمه كل حرف بتفهمه بعقلك وبيرسخ في ذهنك بتاخد عليه درجات. وربنا سبحانه وتعالى بيضعف لك هذه الدرجات الى ان تصل ل 700 ضعف الحسن عند ربنا بعشر امثالها، الى ان تصل الى سبع، الله يضاعف لمن يشاء، الى ان تصل الى 700 ضعف ضعف واكثر. فامسك القران وتمسك بالقران. الناس اللي أخذوا معاش وقاعدين في بيوتهم دلوقتي، احنا قاعدين في بيوتنا عشان الظروف اللي احنا فيها بتاعت الكورونا والقرف، انت قاعد في بيتك اقرا قران وادعي ربنا، لان كثره الدعاء وقراءه القران ترفع البلاء. وباذن الله باذن الله باذن الله مصرنا الحبيبه محروسه بعون الله بعون الله وبتصديقا لقوله سبحانه وتعالى في القران، فان لكم فاهبطوا الى مصر فان لكم ما سالتم، وقال في ايه ثانيه فادخلوا مصر ان شاء الله امنين. باذن الله محفوظه من عند ربنا. احنا نحرص وناخد بالاسباب ونتوضا ونقرا القران وندعي ربنا، لان كسره ربنا بيفرح بالدعاء، ربنا بيفرح بعبده اللي بيلح في الدعاء. كسره الدعاء ترفع البلاء عننا، ترفع السحر، ترفع المس، ترفع الحسد. وتقرا قدام منك ميه عريانة تشرب منها انت ولادك، المية قدرة ربنا سبحانه وتعالى، المية لما بتشربها بتنزل على صدرك وعلى قلبك وعلى أعضاء جسمك، بتطهرها من الدنس ومن الأوباش ومن الحسد ومن السحر ومن المس ومن أي شيء بيزيد. قدرة ربنا. وناس كتيرة جربوا معايا، قلت لهم اقروا آية، هم بنفسهم قروا آية الكرسي 21 مرة، وعند كل كلمة ولا يؤدوا حفظهما وهو العلي العظيم بيرددوها ثلاث مرات وبيشربوا المية، وقدرة ربنا عليهم السحر اللي في معدتهم بيخرج بإذن الله، لأن القرآن بينزل على الجن بيحرقه بيحرقه، وقرآن ربنا بس يطلع بإخلاص من الإنسان اللي بيقراه. أنا ما بقراش عليهم، أنا بقول له اعمل كذا كذا وبأرد عليه بعد ما تخلص. تليفونات كتيرة وناس كتيرة بتتصل عليها، أنا مش ملاحق على مين ولا مين، فأنا أقول اقرا اقرا، أنت بتعرف تقرا آية الكرسي؟ يقول لي آه. طب اقرا كذا كذا كذا. بعد ما بيقراها بيحط رجله في شوية مية بملح وبيقرا سورة الزلزلة 31 مرة. قدرة ربنا. الإنسان اللي بدأ يصحى ويشفى صورة الزلزلة بتكشف اللي عنده بقى، يتمشيه خالص من جسمه، يا إما بتحسسه إن فاضل حاجة بسيطة عندك تقراها وتخلص اللي عندك من جن. هم بيقروا على نفسهم، هم بيفكوا السحر بنفسهم، اتعلموا خلاص، لأنه عنده إرادة عايز يخلص من الشر ده. بعد ما بيخلص بنقول له اقرا سورة ياسين. احنا في طبعا ناس يعني عايزين طبعا التليفونات اللي بيسالوا علشان عايزين يعملوا مداخلات طبعا لضيق وقت الحلقه، الشيخ عبد الشافي هيستقبل تليفوناتكم كلها بعد الحلقه على ارقام خاصه، على الارقام بتاعته اللي موجوده على الشاشه. احنا طبعا بنعتذر لانه العدد كبير والناس بتتصل بيه، فعشان نستفيد اكتر منه ومن علمه، فاحنا الحلقه دي معلش من غير مداخلات، احنا بنعتذر لكم، بس طبعا الشيخ اهو قدامكم هيستقبل كل مكالماتكم بعد الحلقه. احنا طبعا وقت الحلقه بتاعتنا انتهى، المفروض ان احنا كان معانا فيديو هننزله، انا مش عارفه الفيديو جاهز ولا لا. خلاص تمام، احنا بقى هندعي مع الشيخ عبد الشافي كده يقول لنا دعاء عشان فك القرب والهم والبلاء اللي كلنا فيه طبعا، وبندعي من ربنا انه موضوع الكورونا ده نخلص منه على خير باذن الله. معانا دعاء كده من الشيخ عبد الشافي، وبعد الدعاء هنشوف الفيديو وهنقفل. بالنسبه للبلاء والوباء، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله انا تحدثت في حلقات سابقه عن فائده الوضوء والصلاه. ربنا امرنا بالصلاه خمس مرات في اليوم والليله، والرسول زود ليله اثنين، صلاه القيام الليل وصلاه الضحى، سبع مرات. في السبع مرات لو اتوضيت وضوء صح واتمضمضت صح وغسلت ايديك صح وغسلت واستنشقت صح، كل ده بيقتل هذا الوباء اللعين، وباذن الله مصر محروسه منه باذن الله. بس احنا برضو نحتاط، ناخذ الحذر، والحذر لا يمنع القدر. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى العالم كله بهذا الوباء ليعودوا الى الله وليرجعوا الى الله. فندعو الله سبحانه وتعالى بحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، أن يرفع عن مصرنا الحبيبة وعن إسلامنا
هذا الوباء اللعين، هذا الوباء الفتاك. ربنا سبحانه وتعالى بقدر بحق قرآنه الكريم وسوره ال 114 سورة وآياته وأحزابه ونقطه وحروفه وسوره وملائكته الكرام والقرآن الذي خلق من نور، بحق الله سبحانه وتعالى علينا أن يرفع عنا هذا البلاء عن جميع إسلامنا بإذن الله بإذن الله بإذن الله، ويشفي كل مريض من هذا الوباء ومن غير من الأمراض الأخرى بإذن الله، يشفي كل مريض من المسلمين بإذن الله بإذن الله بإذن الله، ويشفي كل مريض في مصرنا الحبيبة بإذن الله بإذن الله. هذه الأرض التي أعشقها لأنها من أحب أراضي الله إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا ما كانش ذكرها في القرآن عدا مرات عديدة، وأهلها الطيبين أهلها الطيبين الكرام. بس عايزين نعود إلى قرآن ربنا وإلى صلاة ربنا ونعود إلى ربنا، وربنا يفتح لنا مساجدنا تاني ونرجع لها تاني ونعمرها تاني، ونترك الأهاوي ونترك المسارح ونترك الحاجات اللي بتأذينا، ونلجأ لله سبحانه وتعالى منقذنا منقذنا بصلاتنا وعبادتنا ووضوعنا وحبنا لبعض حبنا لبعض، ما فيش لا سب ولا شتيمة. اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء، ونجينا من هذا الوباء ونجينا من هذا الوباء، واجعل أهل مصر الكرام وأهل المسلمين كلهم والمسلمين والمسلمات جميعا في صحة وسعادة، ويبعدون وتبعد هذا المرض يا الله عنهم. الله كما أنزلته من السماء فاللهم ارفعه عن المسلمين والمسلمات جميعا يا رب العالمين، والمؤمنين والمؤمنات جميعا يا رب العالمين، واجعلنا في قوة وصحة، وأنزل على قلوبنا السكينة والإيمان كما أنزلتها على قلوب المؤمنين من قبل ليزدادوا إيمانا، فاللهم زدنا إيمانا فوق إيماننا، وثبت قلوبنا على الصراط المستقيم، وثبت قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم انفعنا ولا تضرنا، اللهم يسر لنا عسيرنا، اللهم يسر لنا عسرنا، اللهم إنك قلت أقولك الحق في سورة العصر إن مع العسر يسر فإن مع العسر يسر، فاللهم اجعل مع العسر يسرين، اللهم اجعلنا نستفيد من هاتين اليسرين، ويسر لنا امورنا في كل وقت وفي كل حين، واحمنا واحفظنا يا رب العالمين. اللهم يا حافظ السماوات الارض احفظنا بما حفظت به الذكر، احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به جميع الانبياء والرسل يا رب العالمين، احفظنا وارعنا واحرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام يا رب العالمين، ووفقنا لطاعتك وحسن عبادتك، ووفقنا لطاعتك وحسن عبادتك، وانصرنا وانصرنا ولا تنصر علينا، واعزنا بالاسلام واعز الاسلام بنا باذن الله باذن الله، اعزنا بالاسلام واعز الاسلام بنا، واجعل مصر وسائر بلاد المسلمين بلادا هادئة هانئة بعيدة عن جميع الأمراض آمين. والأوباء آمين. اللهم كما أنزلت آمين. الخير من السماء آمين. على الأرض الصحراء فجعلتها خضراء، أنزل على مصرنا وعلى إسلامنا الخير الكثير صبا صبا، ولا تجعل عيشة المسلمين كدا كدا، ارفع عنا الوباء ارفع عنا الوباء ارفع عنا الوباء، فإنك قلت وقولك الحق في قرآنك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فاللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب مني كما وعدتني، اللهم إني أدعوك لنفسي ولجميع المسلمين والمسلمين وجميع المسلمين كما أمرتني، فاللهم استجب منا كما وعدتنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد لك الشكر، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين، وخير ختام الدعاء، وربنا يتقبل منا جميعا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة وبعد الفيديو اللي هنشوفه، وإلى اللقاء. رسالة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. الرسالة دي مقدمة من طلاب الجامعات المصرية بمختلف المحافظات. بعد رأي حضرتك ان التعليم الاونلاين ناجح بنسبة 90%، نحب نبلغ حضرتك ان التعليم عن بعد مش بيحقق مبدأ التكافؤ في الفرص التعليمية، وبيحتوي على العديد من المشكلات، منها عدم وجود امكانيات للطلاب للحصول على خدمات الانترنت، او عدم وجود اجهزة مناسبة للتعليم عن بعد، او صعوبة التواصل مع دكتور المادة وخاصة في التخصصات العملية، وغياب ثقافة التعليم الالكتروني. وعشان كده احنا بنطالب بحاجتين: استبدال نظام الامتحانات الورقية بعمل مشاريع بحثية لكل مقرر، وده تفاديا لحدوث تكدس أثناء فترة الامتحانات، وده ممكن يضر بصحتنا في ظل تفشي الوباء، ويقوم الطالب بعمل بحث والاكتفاء بما تم دراسته من بداية الترم وحتى 15/3 ويقدمه لدكتور المادة، ويكون ذلك كافيا وبديلا لنتيجة السنة الدراسية حفاظا على صحة الطلاب وحياتهم، ويعتبر هذا حلا لمشكلة تكدس الطلاب في القاعات والمدرجات الدراسية ووسائل المواصلات، ومراعاة صحة الطلاب وأسرهم. ونلتمس من سيادتكم استبدال
لها بمشروع بحثي يشمل المقرر ويقيمه دكتور المادة، وذلك لا يخل بتسلسل المقررات التعليمية، حيث أن الطالب قد وصل لقمة الهرم في التخصص، وكذلك صعوبة تأخير موعد الامتحانات حتى لا يتخلف الخريج عن تجنيده في القوات المسلحة المصرية، مع العلم أن دفعة كاملة من الجيش هتتخرج وعدد الجيش هيقل وهيكون محتاج دفعات جديدة في ظل الظروف اللي احنا فيها، وده يمنع تأجيل الدراسة للجامعات. أتمنى الرسالة تكون وصلت ومطالب الطلاب تتنفذ.